السنه دي بنحتفل ببرنامج صوت شباب المتوسط اللي هو امتداد لبرنامج صوت الشباب العربي اللي بدا سنه 2011 واللي هدفه الاساسي تعزيز ثقافه الحوار بين الشباب وخلق منصه يبقى فيها تفاهم اكتر بين الشباب وتفاهم لوجهات النظر المختلفه. فكره ان احنا ندرب الشباب على انهم يعبروا عن رايهم وان هم يعبروا عن رايهم ازاي وازاي يبنوا حجج مبنيه على الادله والبراهين المنطقيه. وين في اثر في حياتي العمليه خلاني علمني ازاي اعمل ريسيرش اسهل يعني كتير، لو عايز اتكلم عن توبيك معين ازاي يبقى شورت تو ذا بوينت يعني الموضوع اسهل كتير، ده في حياتي العمليه يعني. بالنسبه لحياتي الاجتماعيه ففعلا اتعرفت على ناس مختلفه جدا، شفت ناس من محافظات مختلفه، والتوبكس نفسها اللي كانت بتطرح كانت بتفتح دماغي لحاجات تانية، وخصوصا انا بحب السيرش. ما كنتش بسمح لاي حد بيقول كلمه معارضه ليا انه يكمل جملتين على بعض، لكن لا في المناظره انا بقيت ان هم 7 دقايق الفريق التاني بيتكلم وانت ما ينفعش تتكلم خالص، ده نوعا ما عودني ان انا لو حد بيعارضني لا سيبه يتكلم، بل ان كلامه ممكن يفيدك انك تاخد من كلامه وترد عليه. هو مش موقف اكتر منه فايب 3 ايام اللي كنا فيهم في الكومبتيشن، ان انت بتكون مزنوق في وقت وعندك ديبيتس كتير عايز تحضرها، فلو انت بتتعلم ان انت تكون افيشنت على قد ما تقدر عشان تطلع باحسن حاجه في 3 ايام دول. انا من الناس اللي كنت بختلف دايما مع مقوله انه المتعه في الرحله ومش في الوصول، انا كنت دايما بنتقد دي لان انا شايفه انه لا وازاي وان دي المتعه في الوصول لان هو اللي بيقلل التعب، بس لا انا عرفت فعلا وتاكدت في تجربتي مع الواي ان في انه فعلا لا المتعه كانت في الرحله ما كانتش ابدا في الوصول. يو جين اكسبيرينس عظيمه من الديبيتنج وسبيشالي واي ان في، حاجه منظمه بشكل كويس من ستارتنج من التريننج لحد كل الفيزز بتاعت واي ام في. الكوميونتي نفسها في واي ام في جميله يعني، انا حاسس ان انا ام بيلونج تو هير يعني، هتلاقي نفسك هنا.